وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن بومجيد عضو مجلس النواب. سعادة النائب، هل توضح لنا أهمية هذا التعديل الدستوري الأخير وانعكاساته على عمل السلطة التشريعية؟ نمسي عليك ونمسي على الأخوة والأخوات المشاهدين. الله يمسك. طبعا يعتبر هذا التعديل نقلة نوعية في العمل البرلماني في مملكة البحرين، خصوصا بأنه يعطي أصحاب السعادة النواب صلاحية تقديم السؤال إلى كافة أعضاء مجلس الوزراء والرد عليها كتابيا. نعم. هذا راح يعزز الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال الرقابة على السلطة التنفيذية، إضافة إلى إعطاء حق السؤال إلى أعضاء مجلس الشورى. لا شك بأن هذا التعديل الدستوري يأتي التعديل الرابع من عام 2002، هذا يؤكد بأن مسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين مستمرة. هناك دعم كبير ألقاه السلطة التشريعية من قبل جلالة الملك الله يحفظه. هذا التعديل راح ينعكس إيجابا في تطوير العمل البرلماني والرقابة على أداء الحكومة خلال الفصل التشريعي الخامس. نعم، سعادة الأستاذ عبد الرحمن بومجيد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.